الأدب والإبداع حازت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة من العمر 53 عاماً، حازت على جائزة نوبل للأدب لعام 2024 حسب ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. وأوضحت لجنة نوبل أن هان كانغ التي تكتب الشعر والرواية باللغة الكورية حصلت على الجائزة لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. هان كانغ هي أول كورية جنوبية والمرأة 18 التي تفوز بجائزة نوبل للآداب، وبدأت مسيرتها في عام 1993 بنشر عدد من القصائد في مجلة أدبية، وظهرت بواكير أعمالها النثرية في عام 1995 بمجموعة قصص قصيرة بعنوان حب يوسو. وولدت هان عام 1970 وكان والدها روائيا مرموقا. وفازت هان بجائزة بوكر الدولية عن روايتها النباتية في عام 2016، وكانت أولى رواياتها التي تترجم إلى الإنجليزية التي تعتبر عملها الأساسي الذي وضعها على الساحة العالمية. في رواية النباتية تتمرد يونغ هي الزوجة المخلصة بعد صراعها مع كوابيس متكررة مروعة على الأعراف المجتمعية وتتخلى عن اللحوم وتثير القلق بين عائلتها بأنها مريضة عقلياً. وفي مقابلة نشرت العام الماضي وصفت هان كانغ كيف كانت كتابة الرواية النباتية فترة صعبة في حياتها، وكيف كانت تتساءل حينها عن مدى قدرتها على الانتهاء من الرواية أو حتى الاستمرار كمؤلفة. وتحول اثنان من أعمالها إلى أفلام، وهي رواية النباتية في عام 2009 وندوب في عام 2011. ويرى كثيرون أن جائزة الأدب ضمن جوائز نوبل هي الأكثر سهولة في الحصول عليها، ومن ثم يلاحق اختيارات الأكاديمية ثناء وانتقادات بالقدر نفسه غالباً.